بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً أود أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للقائمين على هذا الويبينار، هيئة الصويا الأمريكية، على دعوتي وتشريفي لهذا الملتقى العلمي الذي أسأل الله أن يعود علينا بالفائدة العلمية والفائدة الاقتصادية في مجال الثروة السمكية والإنتاج السمكي. عنوان المحاضرة باللغة العربية هو الاتجاهات الحديثة في صحة الأسماك وتحديد الهوية ومقاومة أمراض الأسماك في المزارع السمكية. يمكن المحاضرة بتاعت النهاردة هي أول محاضرة ألقيها بنظام المونولوج. ما هو نظام المونولوج؟ يعني أنا هتكلم لوحدي، مع إن أنا تملي بحب محاضراتي يكون المتلقي أمامي، لأني أنا بستمد منه المعلومات بتاعتي، وبيبقى فيه نوع من أنواع التفاعل بيني وبين المتلقي بنظام الديالوج. ولكن نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها في العاد، ربنا سبحانه وتعالى أن يمن علينا برفع هذا الولاء، هذا البلاء وهذا الوباء وسيء الأسقام، وإن شاء الله نعود إلى ملتقياتنا العلمية وإحنا مجتمعين مع بعضنا البعض. نبدأ المحاضرة. إيه حكاية الأمراض في الأسماك دي؟ لما كنا زمان بنسمع على حكاية الأمراض في الأسماك، ولا كنا بنسمع على حكاية الأمراض في الدواجن، ولكن لما ابتدأنا نعمل المزارع السمكية، ولما ابتدأنا نعمل عنابر الدواجن، ابتدأت تبقى عندنا مشكلة في غاية الأهمية والتعقيد اسمها مشكلة الأمراض. ليه؟ علشان أنا في هذه الأماكن بعمل حاجة اسمها الانتنسيفيكيشن، التكثيف. مجرد تكثيف الكائنات الحية بصورة عالية جدا بأعداد جدا في أماكن محدودة هو في الواقع عبارة عن إنه مشكلة في حد ذاته. لو أنا جيت بصيت على الأسماك اللي بتهمني، الأسماك دي عايشة في بيئة في المزرعة السمكية اسمها البيئة المائية، الأكواتيك إنفايرومنت. هذه الأكواتيك إنفايرومنت عبارة عن إنها هي المكان الذي ينمو وفيه كل أنواع الميكروبات الموجودة في الدنيا، لأن المياه هي الحياة. لو أنا جبت ميكروب ونزعت منه المية، عملت له نوع من أنواع التكفير، أنا بسلب منه الحياة. لو رجعت له المية يعود إليه الحياة مرة أخرى. ولنا في هذا أمثلة لا داعي للاستفاضة فيها علشان وقت المحاضرة. إذن إحنا كمتخصصين في أمراض الأسماك بنقول أن الأسماك حيوانات
تسبح من المياه ولكنها تسبح في بركة من الجراثيم. وعليه لو تدبرنا في الخلق بتاع ربنا سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات البحرية، نجد ان ربنا تعالى ما سبهاش كده في قلب الوسط الميكروبي دوت والطفيليات والفطريات وما شابه، حباها بخط مناعي يحميها من كل هذه الملوثات البيولوجية الميكروبية الموجودة في البيئة عن طريق الطبقة المخاطية التي تفرز من جلد الأسماك. ولذلك من هذه المقدمة عايزين نتفق مع بعضنا على شيء، ايه هو سبب تعقيد مشكلة الأمراض؟ إن الأمراض دي مشكلة معقدة، أن غالبا كل أمراض الأسماك الميكروبية لا تسبب بميكروب واحد، ولكن غالبا هناك ميكسد انفكشن، الإصابة بتكون بعدد كبير من الميكروبات، مش شرط كلها تكون هي السبب الرئيسي، ولكن على الأقل هناك بعض الميكروبات في البيئة المائية التي تمهد الطريق بات أخرى ممرضة لكي تتمكن من السمكة، في نوع من أنواع تبادل المنفعة حتى ما بين الميكروبات بعضها وبعض. ولذلك لما نيجي نشوف هذا الكلام، أحيانا نعزل بعض الميكروبات من الأسماك ونشوف بقى الميكروب اللي أنا عزلته ده هل حيديني نفس الصورة المرضية ولا لا، فبضطر ان انا حاجات هنقول عليها في التشخيص فيما بعد، ولكن بجيب اسماك من مكان غير مصاب وابتدي احقنه بالميكروب اللي انا عزلته، مفاجأة بحاجة غريبة جدا، أن ليس هذا الميكروب هو السبب. إزاي يا ربي؟ ده أنا عزله من الأسماك المريضة. لأن أنت عزلت هذا الميكروب، لكن هناك ميكروبات أخرى كانت بتساعده لكي يؤدي إلى حدوث هذه الأعراض والصفات التشريحية اللي أنت شفتها. عزلته وحقنت لوحده لم يستطيع أن يقوم بالمهمة. ولذلك إحنا عندنا مشكلة الأمراض في الأسماك هي مشكلة معقدة لتعدد الميكروبات المسؤولة عن حدوث المرض الواحد. هل كده وبس؟ لا، في أسئلة بنسأل نفسنا عليها كتير قوي على أمراض الأسماك. عن الأمراض سألوني، نخلي بالنا من الحتة دي، أن الأمراض دي هي عبارة عن إنها العبء الاقتصادي الكبير والخسارة الفادحة في مشاريع الإنتاج السمك. الله، ما أنا بروح أشتري الأسماك وبروح أدفع فلوس كتيرة جدا في الأعلاف، وبعدين يجي ميكروب ملوش لازمة لنفوق في الأسماك بعد ما تكون وصلت لمتين وتلتمائة جرام، ببقى أنا هتجنن. ليه بقى؟ لأن كل الفلوس اللي أنا صرفتها تم فقدها، المرض جاء بنقول عليه كده ضيعني، بوظ لي الدورة بتاعتي. ليه؟ لأن غالبا المرض
لما بيجي بيكون سريع الانتشار، وكلنا عايشين المشاكل دي دلوقتي حتى في البني ادمين، ها، وده اللي مخلينا بعاد عن بعضينا، ها. طيب وهيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى نفوق في الاسماك بكميات رهيب. طب هناك بعض الميكروبات لا تؤدي الى النفوق الشديد في الاسماك، ولكنها بتؤدي الى نوع اخر من العبء الاقتصادي في مشاريع الانتاج السمكي، ان هي بتقلل مدى الاستفاده من الاسماك المريضه بس ما نفقتش، لكنها لانها مريضه لا تستقيم بوظائفها الحيويه على الوجه المأمول. طب هي ايه هي الوظيفة الحيوية؟ التنفس، التأثيرات العصبية؟ لا، انا اقصد بيها التمثيل الغذائي. لما بديها العلف انا عايز تقوم بتمثيل غذائي يضمن لي نسبة تحويل جيدة، نسبة تحويل عالية، نسبة تحويل محسنة فيها improvement، وإلا هيبقى الأسماك معدل التحويل الغذائي فيها ضعيف جدا، وبالتالي هو أيضا عبء اقتصادي. احنا هنيجي لنقطة ثالثة مهمة جدا في هذه المقدمة، وأنا فيها قبل ما أتكلم عليها بشكر زملائي وإخواني الأستاذ الدكتور صلاح المصلحي والأستاذ الدكتور أحمد حمزة في الويبينار بتاع يوم 16 أغسطس، لأن هم مهدوا لي وقالوا في محاضراتهم اللي أنا هكمله دلوقتي في النقطة الثالثة في هذه المقدمة، أن معظم أمراض الأسماك ممكن أن يكون لها public health significance، ليها أهمية بالنسبة للصحة العامة. أنا كرجل بتاع أمراض من خبرتي الطويلة بقول إن غالبا معظم بنسبة لا تقل عن 90% من أمراض الأسماك التي تنتقل من، معلش أنا لازم أقول الكلام ده، التي تنتقل من الإنسان للأسماك لكي تعود مرة أخرى من الأسماك إلى الإنسان، غالبا تكون العدوى فيها عن طريق الملامسة. 90% ريسك الأمراض المشتركة في الأسماك ما بينها وبين الإنسان هو أثناء عملية الهندلينج، أثناء عملية تداول الأسماك. طب والعشرة؟ أثناء عملية التغذية، أثناء عملية وانا باكل الاسماك. طب اشمعنى النسبه دي منخفضه؟ هل لا يوجد امراض اسماك تنتقل للانسان وتؤدي الى التسمم الغذائي او النزلات المعويه؟ كتير قوي، ولكن نحن شعوب لا ناكل الروفش. اي نعم احنا بدانا كتقليد أعمى، ولكن خلينا في البيهيفير بتاعنا احنا بناكل البروبابلي كوكد فيش، فحتى إذا كان هناك بعض الملوثات التي تنتقل من الأسماك إلى الإنسان فأثناء عملية البروبر كوكينج بتنتهي.
ولكن أنا عايز أضيف في الحتة دي شيء مهم جدا يمكن أنا توجهت به كسؤال في الويبينار بتاع يوم 16 بس لم يصار، فأنا هأثيره هنا. إحنا عندنا مشكلة رهيبة جدا وخاصة في مزارع الأسماك الترابية الإرسن بونز، إن أنا بعمل فيها عملية فيرتلايزيشن مستخدما الأورجانيك مانيور، والأورجانيك مانيور هو عبارة عن إنه الإكسكريتا بتاعة الفارم أنيمالز أند بولتري، الأبقار، الخيل، الأغنام، الدواجن، وهذه المخلفات الحيوانية very rich، غنية جدا بميكروبات بكتيرية من عائلة مشهورة جدا. هذه العائلة اسمها إيسي، اللي في منها أجناس الإشريشيا كولاي والسلمونيلا والإدوارتسيلا والبروتسيلا، كل هذه البكتيريات اللي أنا بسميها البكتيريا القوية. هذه البكتيريا حينما تتواجد في الفلترايزرز إذن فهي موجودة في البيئة المائية، وحينما تتواجد في البيئة المائية فإنها تتواجد على جلد وأحشاء الأسماك، على جلد ملتصقة بالمخاط وفي أمعاء الأسماك في الإنجستة بتاعتها، ولكنها لا تؤدي إلى حدوث مرض في الأسماك، لأن معروف أن هذه الميكروبات القولونية لا تتكاثر إلا في درجة حرارة أقلها 37 ل40 درجة مئوية، وهذه الدرجة غير متوفرة للأسماك في البيئة المائية. لكن حينما بناخد السمكة بنكاش بنهارفست سمكة من المية ونخرجها برا المية، فالسمكة بتعمل الآتي: بتراي تو ديفند اتسيلف، بتحاول تدافع عن نفسها، فبتعمل نوع من التقلصات العضلية لكي تعود إلى المياه. أثناء التقلصات وأثناء تواجدها في الهواء الخارجي ترتفع درجة حرارة الأسماك عن ما كانت وهي في المياه. إذن لما ترتفع درجة الحرارة وأثناء التقلصات العضلية اللي بتعملها السمكة قبل ما تموت لما بخرجها من المياه، بترتفع نسبة الATP الأدينوزين ترايفوسفيت، تقوم هذه الأسماك يرتفع فيها نسبة المواد السكرية، يقوم ينمو هذه الميكروبات القولونية بسرعة رهيبة جدا في أحشاء الأسماك وعلى جلدها الخارجي. ولازم نبقى عارفين إن مجرد خروج الأسماك من المياه ونفوق الأسماك بيبتدي يحصل نوع من أنواع زيادة نفاذية الأغشية المخاطة، زيميابيليتي بتاع فوكس ميمبرينز. ولذلك تملي إحنا بنسمع هذا التعبير
إن بعد نفوق الأسماك بيبتدي يحصل حاجة بنسميها بوست مورتم انفيدورز. يعني إيه؟ يعني الميكروبات اللي كانت موجودة في الأمعاء سوف تغزو عضلات الأسماك وجسمها من خلال زيادة البرميابيليتي بتاع برين أو الغشاء المحاطي بتاع الأمعاء. أول ما بتخش هذه الميكروبات إحنا وجدنا حاجة غريبة جدا، وجدنا إن هذه الميكروبات بتتغزل، عندها إنزيم اسمه ديكربوكسيليز إنزيم. لو أنا بصيت على الحامض الأميني بتاع البروتين، ولو بصيت على الحامض الدهني أسيدز بتاع الدهون، ألاقيه ينتهي بمجموعة كيميائية اسمها COOH. دي اسمها الكربوكسيل جروب. تقوم هذه الميكروبات القولونية أثناء نموها وتكاثرها في الأسماك بعد بإزالة هذا الجزء تعمل دي كربوكسيليشن، بتشيله، تقوم تحول الحامض الأمين اللي احنا بنسميه الهستيدين، تقوم تشيل منه الكربوكسيل جروب، يقوم يتحول إلى حاجة اسمها توكسيك أمين أو هستامين. أقوم أكل أنا بقى السمكة ليس فيها ميكروب، لأني أنا قلت لها بروبر كوكينج، بس أنا نسيت إن قبل ما يأكل السمكة ها إن كان في بعض الأمينو أسيدز بفعل هذه البكتيريا قبل عملية الطهي قد تحولت إلى مادة الهستامين التي تؤدي إلى حدوث الحساسية. ولذلك نجد أن بعض الناس أسماك وخاصة الأسماك اللي بنجمدها ونسيحها لهذه البكتيريا إن هي تحلل وتعمل ديكربوكسيليشن للأمينو أسيدز، وبالتالي بتعمل لي مواد سامة تؤدي إلى توكسيك جاسترو انترايتس، وتعمل لي احيانا نوع من انواع السكين راش، احمرار على جلد اللي كلها، وتعمل لي صداع، وتعمل لي ارثرايتس يعني التهاب في المفاصل، احس بتعب في رجلي. واحيانا بعض الناس اللي عندهم حساسية عالية جدا لهذا الهستامين يحصل فيهم، والعياذ بالله ربنا يعافي الناس كلها، حاجة اسمها أنافلاكتيك شوك، صدمة دموية يستلزم الذهاب إلى المستشفيات. يبقى إذن لازم نخلي بالنا ونبقى فاهمين إن عملية الأمراض في الأسماك هي عملية معقدة جدا. ليه؟ اشتراك الأسباب الميكروبية في تسببها، لأهميتها الاقتصادية، ولأهميتها بالنسبة للصحة العامة. لأني أنا هدفي بعد ما أعمل الإنتاج السمك بتاعي وطلعه أن يكون رخيص وآمن للاستهلاك الآدمي. هنبتدي دلوقتي بس بسرعة بقى شوية، لأن احنا استفدنا شوية في المقدمة، لكن ده كان مهم علشان خاطر يبقى عندنا البيت اللي احنا بنبني عليه المحاضرة. الناس قالت يعني ايه مرض؟
المرض ده له تعريف. قامت الناس قالت من حيث الأعراض أي اختلاف عن الحالة الطبيعية اللي عليها الكائن هي مرض. خلي بالك ده أنت ممكن تكون الاختلاف في الحالة الطبيعية وقتي، يعني أنا بجري فدقات قلبي زادت، مش معناها أن أنا عندي القلب، لأني لو قعدت استريحت شوية هيرجع معدلات القلب تبقى سليمة، يبقى ده فيسيولوجي. لكن إذا كان هذا مستمر على طول يبقى ده مرض. الناس التانية قالت لا، ده تعريف من حيث الأعراض. وهنا في تعريف تاني مهم جدا اسمه التعريف الوبائي. المرض يعني ايه؟ قالوا ده عبارة عن انها عملية تداخل ما بين ثلاث عوامل. العامل الاولاني هو السمك، هو الفيش، هو الهوست، هو العائل اللي هيعيا. والعامل الثاني هو الميكروب او الطفيل اللي هيمرض. لكن لو انا سألت حضرتك سؤال، لو حضرتك دلوقتي جبت طبق بتاع زرع بكتيري ونفخت فيه وقفلته وحطيته في الحضانة، تاني يوم هتلاقي مليان ميكروبات. اذا احنا جسم درنا وامعائنا مليانة ميكروبات، ولكن الحمد لله احنا مش عيانين. الله، يبقى في حلقة مفقودة. ازاي انا بقى كائن وعندي ميكروب وملاش مريض؟ قالك لان الحلقة الثالثة. وبرجع اشكر استاذنا الدكتور لانه هو قام بالمهمة دي وقال عليها كلام جميل جدا 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 ووافي، وهي الحلقة الثالثة هي الانفايرومنت. الانفايرومنت هي التي تؤدي إلى إضعاف الأسماك وزيادة شراسة الميكروب، تقوم تمهد الطريق ببعض المجهدات العوامل المجهدة للميكروب إنه يغزو هذه أو يبتدئ يعمل مشاكل في هذه الأسماك، يقوم يظهر المرض عندي. لن أستفيد في الانفايرومنت لأن تكلم عليها زميلي العزيز الدكتور أحمد حمزة، ولكن أنا عايز أوصل لحاجة واحدة بس في هذه الانفايرومنت، أن الانفايرومنت دي هي المانجمنت اللي أنا بعمله في مزرعة الأسماك. ولذلك إذا كان هناك good management ومعاه good quality and quantity feeds there is no disease، لن يكون هناك أمراض في الأسماك. إذن كطريقة قاية الأسماك ومنع انتشار الأمراض هو الرعاية الجيدة لتأثير لإزالة تأثير البيئة على الفيش وعلى الباثوجين، وفي نفس الوقت الرعاية الغذائية. وأكيد زملائي الأفاضل هيتكلموا عليها النهاردة. دي إكويشن بسيطة جدا بتقول good management plus good quality and quantity feeds equal no disease. الكلام ده بيمثل بالثلاث حلقات التقليدية اللي أنا بقول عليهم المتدخلين مع بعضهم، يعني انتر اكشن. الحلقة الأولانية هي الهوست فيش، والحلقة الثانية هي الباثوجين، والحلقة الثالثة هي الانفايرومنت بما فيها من عوامل مجهدة. إذا تداخل في منتصف هذه الثلاث حلقات مجتمعة مع بعضها هو الجي اي الديزيز. العدوى بتحصل ازاي؟ انا عندي في البيئة المائية بعواملها المجهدة، عندي اسماك بتمرض،
وعندي ميكروب هو سبب المرض، وقلنا أن الميكروب عن طريق الانفايرومنت قدر أنه يغزو الأسماك. يقوم هذا الميكروب، لازم نخلي بالنا، ها، بيبقى له فترة كلنا عارفينها اسمها فترة الحضانة. ماذا يحدث في فترة الحضانة؟ حينما يغزو الميكروب الأسماك لابد أن يمر مراحل. المرحلة الأولى بسميها مرحلة الاتاتشمنت، الالتصاق. يعني إيه الالتصاق؟ يعني يلتصق بالخلايا بتاعت أي مكان في السمكة. والله على حسب الميكروب، في ميكروبات بتلتصق بخلايا عضو معين، وفي خلايا بتلتصق بكل أعضاء الجسم، لأن الالتصاق ده ما بين الميكروب وبين خلايا الجسم هو تفاعل كيميائي. الميكروب ده في نهاية هنفترض إن هي موجبة الجرام، نهاية كيميائية موجبة الجرام، وخلايا الكائن اللي هو بيصاب به في خلايا نهايات كيميائية سالبة الجرام، يقوموا ينجذبوا لبعضهم، اللي أنا بسميها المستقبلات أو السر ريسبتورز، يروح لازق الميكروب على هذا المكان اللي بيتفاعل معاه كيميائيا. الكلام ده مش عايزين ننساه لما نوصل لنهاية المحاضرة، لأن أنا دلوقتي وزي ما كان بيتكلم الدكتور أحمد حمزة بقيت أجيب ميكروبات نافعة ألزقها بسرعة على الخلايا، يقوم يجي الميكروب الممرض يلزق عليها في مقفولة. الكالون في مفتاح، عشان أحط المفتاح التاني لازم أشيل الأول. يبقى إذا نخلي بالنا إن المرحلة الأولى هي مرحلة الالتصاق، وبعد الميكروب اللي كان في المية مترمم وعايش كده على الديد ديكيد ماتيريالز، ها، على الحاجات المترممة اللي في المية، دخل ولزق على خلايا نظيفة، يقوم يعمل التكاثر السريع جدا. الله، بدم تكاثر يبقى في عملية حيوية لابد أن تكون متوازية مع عملية التكاثر. ايه هي؟ هي عملية الإخراج. أي الملائكة، أي كائن بينمو ويتكاثر لابد أن يخرج. إخراجات الميكروبات أثناء عملية التكاثر، هذه سموم بسميها توكسينز. تبقى إذا أفرزت هذه السموم أو أخرجت هذه السموم على حسب نوع الميكروب، تقوم تؤدي إلى حدوث تلف في الخلايا اللي لزق عليها الميكروب، يقوم يبان عليه أعراض. في خلال هذه الفترة ما كانش باين أعراض، لكن بمجرد أن خرجت السموم وابتدأت تعمل تكسير لخلايا العضو، ابتدأ العضو يفقد وظيفته الطبيعية اللي احنا سميناها من شوية المرض، ها، يقوم يفقد وظيفته الطبيعية، وبالتالي تنتهي هنا فترة الحضانة ويبتدئ ظهور المرض اللي انا هسميه بقى بداية الكورس اوف ديزيز، اللي هو ممكن ينتهي بالنفوق او بالشفاء. ولو قعد فترة ايام يبقى بقى حاد، ولو قعد فترة شهور يبقى مزمن، ولو قعد على طول يبقى لونج ستاندينج. يبقى اذا معنى الكلام لابد ان احنا نبقى عارفين امتى نتدخل. مية، لان الناس هتروح تشتري كيلو انتيبيوتيك ثمنه 2000 جنيه، وتروح رميه للسمك اللي عنده بكتيريا الانفكشن، يقوم السمك بدل ما يخف كله يموت. اصله هو نسي حاجة، نسي ان اثناء الديفلوبمنت بتاع الانفكشن
هو ما عالجش في الفترة بتاعت الاتاتشمنت ولا الملتبليكيشن، ده هو عالج بعد السم البكتيري ما أفرز والأنتي بيوتيك أنتاجونايز اللايف ضد الميكروب الحي وليس أنتي توكسين. ولذلك لو حضرتك اتأخرت بكتيريا الانفكشن السبتسيميا اللي هي بتاعت التسمم الدموي التي يتم فيها، يبقى أنت ما أنتش فاهم شغلك، يبقى أنت لازم تخلي بالك. When you are going to use antibiotic, try as early as you can before the secretion or the excretion of the bacterial toxin to avoid the process of septicemia. يلا بينا بقى نشوف ازاي العدوى بتحصل. انا عندي طريقتين للعدوى بالميكروبات، يا اما طريقه مباشره عن طريق بسميها الهوريزونتال انفكشن، يعني سمكه بتعوم جنب سمكه جت لصقت معاها بتعديها عن طريق جلدها عن طريق الخياشيم، يا اما سمكه كلت اكل ملوث اعلاف ملوثه كلت الروس اللي احنا كنا بنقول عليه السبله ها بما فيها من المخلفات وفيها من الميكروبات، أو سمك كبير كل سمك صغير مريض. أنا بلزم كل ده بسميها horizontal infection أو direct contact. لكن في طريقة تانية بطريقة بسميها vertical transmission، يعني سمكة كبيرة، وده غالبا في الأسماك البحرية دلوقتي بنشوفه زي الدنيس والقروس. هناك بعض الأمراض التي تصيب البرود ستوك، وبعدين هذا البرود ستوك لما يديني الفرتلايزد إجز، الفرتلايزد إجز بينزل فيها الميكروب، تفقس اليرقات، تبقى اليرقات مصابة بهذا الميكروب، يبقى إذا معنى الكلام ده اسمه vertical transmission، نازل من الآباء للأسماك الصغيرة. لكن على الناحية الأخرى هناك طرق أخرى غير مباشرة ها لانتقال العدوى الميكروبية عن طريق الطريق الغير مباشر، مياه ملوثة دخلت على أسماك، الأسماك كلها كانت سليمة ها، يبقى إذن هنا المية بطريقة غير مباشرة هي اللي نقلت للأمراض. المية كان موجود فيها فيكتورز، فيكتورز يعني ناقلات الأمراض زي القشريات، زي ما شفنا كده الهوجة اللي طلعت علينا بالنسبة لاستاكوزة المية العذبة، زي بعض أنواع الزوبلانكتون، زي بعض أنواع البيت أنيمالز اللي بتبقى تخش جوه المزارع وتلوث المياه، زي الراتس الفران، زي الطيور المائية. كل الكلام ده بسميها دي التصاق غير مباشر بيؤدي إلى العدوى الغير مباشرة. نرجع لموضوع المحاضرة بتاعتنا، مرض في أسماك المزرعة اللي أنا واقف فيها. أنا عايز أعرف كيف يتم تشخيص الأمراض في المزارع السمكية. بتيجوا نشوف كده. أنا عندي نوعين من أنواع التشخيص لأمراض أسماك المزارع السمكية. النوع الأولاني إحنا بنسميه الكلينيكال دياجنوزس أو التشخيص الإكلينيكي، أو الواقع بقى في مزارع الأسماك أنا حسميه التشخيص الحقلي الفيلد دياجنوزس، وده غالبا بيبقى تشخيص ما هواش تشخيص تأكيدي ولكنه بيديني فكرة عن نوع الأمراض اللي موجودة في البركة وكيف أتعامل معها بأسرع ما يمكن. أنا قلت قبل كده as quickly as you can،
يبقى أنت لازم يكون عندك تشخيص بسرعة جدا. التشخيص ده بيتوقف على ثلاث حاجات. لابد أن تكون هناك زيارة للبركة، زيارة للمزرعة، عشان أعرف إيه هي الشكوى وأشوفها بعيني. ولذلك إحنا حتى بنسميهاش كلينيكال سيمتومز، سيمتومز دي للبني آدمين يقعد يحكي لك أنا عندي صداع، أنا بطني بتوجعني، لكن إحنا بنشوف. لكن السمكة ما بتتكلمش معانا، لازم أعتمد على عيني أنا، فأنا بسميها كلينيكال ساينز، ها، العلامات المرضية وليس الأعراض المرضية. بعد ما أعرف المزرعة دي نوعها إيه، لأن لازم نبقى واخدين بالنا من حاجة، إن كل نظم الاستزراع السمكي الأمراض فيها مختلفة. كل أنواع الفيش كالشر فاسيليتيز، لو كان حوض ترابي له أمراض، لو كان حوض فايبر جراس له أمراض تانية، لو كان حوض أسمنتي له أنواع من الأمراض. ليه؟ لأن كل نوع من هذه الكونتينرز له طبيعة تتواجد فيها ميكروبات معينة دون الأخرى. يعني مثلا على سبيل المثال، علشان ما تبقاش العملية فزورة، يعني ها، أنا مش هعمل تسميد بروث حيوانات ولا بسبلة في قلب حوض أسمنتي، ولا هعمل سبلة وتسميد في حوض فايبر جلاس، لكن في الحوض الإرسنبون أنا بسمد. يبقى إذا معنى الكلام لازم أشوف الكلام ده، مهم جدا. نمرة اتنين، لازم أشوف الأعراض بعيني. والأعراض المرضية لما بنشوفها في المزرعة السمكية أنا لازم أتيقن منها تماما، لأن الأعراض دي ليست عملية أعراض بتظهر على السمكة، لا، ده ممكن يكون أعراض بتظهر على سلوك السمكة قبل جسمها. لأن بمجرد أن حضرتك تشوف اختلال في طريقة عوم الأسماك، طريقة اقبامه على الأكل وانت بتقدمه بالكميات المطلوبة في المواعيد المحددة والسمكة لا تقبل عليها، ده نقص بيقول لي خلي بالك في خطر هنا، انت داخل على حاجة abnormal، يا رب تكون مش هي الأمراض اللي بتموت، ها، تكون حاجة وقتية كده وتنتهي، لكن أنا بحط في اعتباري أن تكون دي بداية الأمراض. بمجرد إن أنا لقيت بعض الأسماك ابتدأ يظهر عليها أعراض مرضية زي اللي هنشوفها دلوقتي في السلايدز اللي جاية ورا بعضها، وفتحت الأسماك وشفت فيها صفات تشريحية، وهنا لازم نخلي بالنا من حاجة أنا قلتها في المقدمة اللي أنا طولت فيها وكنت بتكلم فيها ببطء جدا، ها، علشان الكلام ده بيسمع معايا دلوقتي، ها، إن لابد من فحص الأعراض المرضية والصفات التشريحية في الأسماك الحية. ليه؟ لأن أنا قلت لكم من شوية أن الأسماك بعد النفوق بيبتدي يحصل زيادة في نفاذية الأغشية المخاطية، يقوم يهاجر كل أنواع الميكروبات اللي موجودة في جسمها اللي هي ما كانتش سبب المرض، تقوم تهاجر. أقوم لو اتأخرت شوية والسمكة ريحتها طلعت أو السمكة ابتدأ التعفن فيها يحصل، يبقى إذن التشخيص بتاعي ده تشخيص ما ينفعش. الحاجة الثالثة، ودي اللي الناس لازم كلهم يبقوا فاهمينها، إن الكائنات وخاصة الطفيليات التي تصيب، مش هي الطفيليات التي تصيب الحيوانات الأرضية. ليه بقى؟ لأن الطفيليات التي تصيب الأسماك هي بتعيش في المية، إذن لها ضغط أسموزي يتوافق مع الوسط اللي هي فيه اللي هو المياه. فإذا خدت السمكة وطلعتها برا المية وانتظرت فترة طويلة علشان أفحصها بالنسبة للطفيليات، لن أجد فيها طفيليات.
ولكن الطفيليات اللي كانت فيها مع جفاف السمكة جفت هي كمان الطفيليات، وحصل لها نوع من أنواع الديسنتجريشن، التحلل، التكسير، الديستركشن. لذلك الفارم فيزيت مهمة جدا لكي ما أعرف الكومبلين الشكوى وأعرف الهيستوري بتاع المرض. لازم أعرف أشوف الكلينيكال ساينس اللي احنا هنشوفها دلوقتي، ولازم أشوف الصفات التشريحية. ودونت فورجيت الكلام ده لابد أن يتم على الأسماك الحية والتي تظهر أعراض، أو اللي أنا طلعتها من المية دلوقتي وبمجرد خروجها من المية نفقت، قمت فحصتها مباشرة قبل ما يحصل فيها بوست مورتم انفيجن بالميكروبات وتتحلل السمكة، ويبقى التشخيص بتاعي غير تأكيدي وغير ذو جدوى. هنبدأ بالأمراض البكتيرية التي تصيب أسماك المزارع السمكية. فأنا عندي ثلاث أنواع من الأمراض البكتيرية. النوع الأولاني بسميه السبتيبكتيريال ديزيزز، اللي هي بقى زمايلنا اتكلموا عليها في المحاضرة بتاعت يوم 16، الدكتور صلاح المصيدوناس هيدروفلا اتكلم على السودوموناس، اتكلم على الفيبريو، اتكلم على الحاجات اللي هي بتؤدي إلى تلوث دماء الأسماك وانتشارها في كل أحشاء جسم الأسماك وتؤدي إلى إفراز سموم. اوعى تنسى السم التوكسين، علشان لو ظهرت الأعراض يبقى السم أفرز، يبقى اوعى تستخدم أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك هتخسر حقه وهتموت السمكة. يبقى أنا لو سبت السمك اللي عنده سبتسيميا واتأخرت في علاجه من غير علاج يكون أحسن، عشان السمك هيموت ماشي، لكن لو حطيت له أنتيبيوتيك يبقى أنا خسرت السمك وخسرت الأنتيبيوتيك. لكن أنا عندي أنواع أخرى من البكتيريا لا تفرز سموم، ولكنها بتؤدي إلى تلف في أنسجة الأسماك وهي بتنمو، بتاكل خلايا السمكة. يبقى إذا دي بجد ما بتطلع ليش أنا بالأنتيبيوتيك أقضي عليها، بسميها النونسبتسيميك. وعندي بقى حاجة اسمها الأمراض البكتيرية المزمنة، زي مرض السل وزي مرض الفوتوبكتيريوم، بس دي أمراض في أسماك المياه العذبة ليس لها أهمية. هو سمكة البلطي ما بيجي لهاش سل، لا بيجي لها سل، بس لأن فترة الحضانة بتاعت الميكروب ده طويلة جدا، والعمر الافتراضي لسمكة البلطي في المزرعة السمكية 4-5 أشهر دلوقتي، فما بلحقش أشوف فيها السل. لكن هتبقى مشكلتنا هنا في الأمراض المزمنة في الأسماك البحرية، الدينيس والقاروص اللي أنا بسيبه في البركة من 18 شهر لسنتين. يبقى أنا هيهمني جدا أمراض التسمم الدموي وأمراض المحددة الخارجية، أما الأمراض المزمنة فهي ليست ذات قيمة أهمية بالنسبة لأسماك المياه العذبة للشورت لايف سبان أوف فريش ووتر كالتشر ديفيش، ونقصد بيها التلج. هتكون الأعراض بتاعت هذه الأمراض هي أعراض هنشوفها وراء بعضها مباشرة على هيئة أنزفة، على هيئة استسقاء في البطن، على هيئة تقرحات على الجلد، على هيئة جحوظ في العينين. بس في صورة من الصور هضطر إن أنا أعلق عليها، لكن بقية الصور هنمر عليها كلها كده بسرعة ونشوفها الأعراض اللي احنا بنشوفها في المزارع السمكية. دي أول شريحة لازم أعملها وأنا موجود في قلب المزرعة، هو فحص الأسماك في البركة عشان أشوفها عاملة إيه، الهيلث ستيتس بتاعتها.
لأن السمكة الحية السليمة الخالية من الأمراض ليها انعكاسات عصبية معروفة. أنا لما بمسك السمك أول ما بقرب جنب البركة السمك بيجري إلا لو كان ده معاد التغذية. نمرة السمكة بتحاول لو مسكتها برا المية تحاول إن هي بتعمل التقلصات بتاعتها وبتوقف لزعانفها، اسمها الديفنس ريفليكس، انعكاسي الدفاع عن نفسها عشان تشكني وتسيبني ترجع للمية تاني. في انعكاس في عينها، في انعكاس في ديلها، كل الكلام ده بسميه الانعكاسات العصبية اللي لازم تتوفر في أسماك المزارع السمكية السليمة ذات الصحة الجيدة والخالية من الأمر. أنزفة خارجية وتقرحات على الجلد في الأسماك. السمكة دي بالتحديد دي كومن كارب، دي عملنا عليها رسالة ماجستير لأن وجدنا في مزارع كفر الشيخ، كلام ده من زمان أيام ما كانوا بيستخدموا زرق الدواجن وروث الحيوانات السبلة كبديل للأعلاف، فوجدنا إن الأسماك ابتدأ يظهر عليها بعض الانتفاخات في عضلات جسمها اللي هي بتاخد اللون الملتهب واللون المزرق، ولما كنا بنضغط على هذا الانتفاخ فوجدنا إنه هو انتفاخ غازي. هذا الانتفاخ يحتوي على غاز من الغازات ذات الرائحة الكريهة. لما جبنا هذه الأسماك وفحصناها معمليا عزلنا منها ميكروب الإيروموناس هيدروفلو. خلوا بالكم من المقدمة اللي أنا قلتها، رحنا واخدين هذا الميكروب الإيروموناس هيدروفلو ورحنا حقنينه في أسماك كومان كارب مبروك عادي تاني سليم، لم يعطينا هذا العرض. قعدنا ندور، ما هو ده اللي أنا كنت بسأله، والمشتركة الميكسد انفكشن. فوجدنا حاجة غريبة جدا، بعد ما غلب زي المثل البلدي ما بيقول بعد ما غلب حمارنا نعمل تبديل وتوافيق بالميكروبات. لما تطرق إلى ذهننا حاجة مهمة جدا، طب لو كانت السبلة دي اللي بتبقى غنية بالميكروبات اللا هوائية الأنيروبيك بكتيريا، تعالوا ندور على الميكروبات اللا هوائية. وبالفعل عزلنا ميكروب اسمه الفرنجنس. طيب ايه هذا الميكروب؟ اذا اصاب الانسان او الحيوان بيعمل فيه مرض الغرغرينا، جاز جنجرين، ولذلك هذا الانتفاخ اللي على جسم السمكة كان مليان غاز. لما جبنا هذا الميكروب ورحنا حطينه مع الإيروموناس اللي احنا عزلناه الاثنين ساعدوا بعضيهم وظهر عندنا نفس الأعراض اللي كنا بنشوفها في الأسماك اللي كانت بتتغذى على السبلة. وهنا بنقول نقوص خطر. فاكرين لما قلت في المقدمة إن مرض الأسماك في الإنسان بيجي أثناء عملية الهاندلينج؟ هذا الميكروب اللاهوائي بيعدي الإنسان عن طريق الجروح الجلدية، ولذلك اللي بينظف هذه الأسماك المصابة بهذا الميكروب وما بيكونش حاطط هاند جلوفز، حاطط جوانتيات ها، و
شوكة تشكه والميكروب يخش معاه هتعمل فيه والعياذ بالله جاز جنجرين موجود في هذه الأسماك. استسقى في الأسماك، تضخم وتكسير واحمرار وديجنريشن في كبد الأسماك مع انتفاخ في الحوصلة المرارية. طبعا واضحة جدا هنا الحوصلة المرارية بتبقى منتفخة زيادة عن اللزوم في أمراض التسمم الدموي، ودي ليه؟ لأن السموم بتاعت البكتيريا اللي موجودة في الدم هي بتعمل نوع من أنواع الإريتيشن لخلايا الكبد أساسي في البلد سيستم. يقوم خلايا الكبد لما يحصل لها نوع إريتيشن بهذه السموم تقوم تزيد من إفرازها. إفراز خلايا الكبد هو البيل، يقوم يتراكم في قلب الحوصلة المرارية وتنتفخ الحوصلات المرارية. ولذلك انتفاخ الحوصلة المرارية بنشوفه في حاجتين مميزتين لازم كل واحد مستجرح في الأسماك يكون فاهمهم، يا أمراض التسمم الدموي البكتيري يا أمراض السموم الفطرية. الحوصلة المرارية مع جزء من الأمعاء ها دي خرجناها بره الأسماك، والكبد أهو قدامي enlarged وdegenerated، يعني معناها في باتشز من الكونجيشن وفي حتت فرايبل، ودوت بتبقى من الصفات التشريحية المميزة للتسمم الدموي. ده من أهم الحاجات المزارع السمكية، ده عبارة عن إنه سبلينوميجالي، تضخم في قلب الطحال بتاع الأسماك. هو قيل أن هناك بعض الإصابات الفيروسية التي لم تشخص بصورة تأكيدية، ومن ضمن أعراض هذه الأمراض مع أمراض التسمم الدموي إن أنا بلاقي السبلين بتاع السمكة بيكبر زيادة عن اللزوم، لأن المرض ده بيتميز بسبلينوميجالي. دي أعراض الاختناق اللي بتبان، أسفكسيا الاختناق، الأسماك مية، وبالتالي الأعراض دي أحياناً بتظهر في هذه الأمراض وأحياناً تحصل نتيجة نقص الأكسجين اللي موجود في المية. أرجو إن إحنا نبقى فاهمين إيه الفرق بين الحالتين، ها نخلي الكلام ده في الديسكشن إن شاء الله مع بعضين. لما جبنا هذه الأسماك وابتدأنا نفتح الغطاء بتاع الخياشيم بتاعها ونشوفه، وجدنا إن الأشعة الخيشومية ابتدأ يحصل فيها موت، يحصل فيها نيكروزس، ونتيجة هذه الأشعة الخيشومية ابتدأت تتساقط. إذن يعني إيه تتساقط؟ فقط أشعة خيشومية يعني معناها أن الجزء المسؤول عن عملية التنفس في خياشيم الأسماك اتاكل، لأن البكتيريا اللي بتعمل النوع ده مع إنها بكتيريا غير من 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 الأنواع من مش بتاعة التسمم الدموي، لكنها بكتيريا من عائلات البكتيريا آكلات الخلايا اسمها السيتوفاجا. سيتو يعني خلية، فاجا يعني يبلع، من عيلة البكتيريا آكلات الخلايا، فبتاكل الخلايا وبتقضي عليها، يقوم يحصل سلافينج أو تساقط لهذه الأشعة الخيشومية، تقوم الأسماك تعاني من أعراض الاختناق اللي أنا شفتها في السلايد اللي قبليه، وتطلع لي على سطح المية فوق عشان تعمل عملية الزغطة الجزبينج. أنا بعد ما بشوف كل هذه الكلينيكال ساينس وبعرف الهيستوري وابقى متواجد في المزرعة وحدد نسبة الإصابة
والمورتاليتي باترن ازاي النفوق حصل، ده كل ده بيساعدني في التشخيص البدائي للامراض. ولكن انا عايز دلوقتي بقى اعالج وعايز امنع المرض، يبقى لابد ان اكون على درايه تامه وبطريقه تاكيديه لايه هي الميكروبات اللي موجوده عندي في الاسماك المريضه اللي في مزرعتي. يبقى لازم اعمل فحص معملي. الفحص المعملي هو الفحص اللي انا بسميه الفحص، لازم اخد عينات، والعينات وانا باخدها اوعى تنسى البوست مورتم انفيدورز، يبقى لازم اطهر السمكة بتاعتي من بره بالالكحول كويس وافتحها بعدة معقمة في مكان معقم واجيب من جوه السمكة الاعضاء بتاعتها في صورة موجودة مش ملوثة، وخاصة من الكبد والكلية ومخ الاسماك والقلب بتاع السمكة، وابتدي اوديها المعمل وازرعها على المنابت البكتيرية. وبمجرد ان يطلع عندي الميكروب لازم يتم تصنيفه بثلاث طرق. الطريقة الاولانية بخصائصه البايوكيميائية، والطريقة الثانية بالاختبارات السيرولوجية اللي هي باستخدام أمصال موجود فيها أجسام مناعية ضد هذا الميكروب والميكروبات المختلفة، لأن احنا عارفين أن الميكروب يمثل أنتيجين والأجسام المناعية بنقول عليها أنتيبودي، فبيبقى في نوع من أنواع السبيسيفيك رياكشن. فإذا اتحد هذا الميكروب مع جسم مناعي بتاع إيرومونس فور إكزامبل على سبيل المثال، إذا هذا الميكروب سيرولوجيكالي هو الإيرومونس، وبيبقى عندي الأنواع المختلفة. وبعد كده ببتدي أعمل حاجة تأكيدية جديدة، البي سي آر، المولوكيولار ايدنتيفيكيشن. هل الكلام ده محتاج؟ لا، لكن لتحضير فاكسين أو لتحضير لقاح لازم أكون عارف إزاي أشخص الميكروب اللي عندي وصنفه كويس جدا جدا جدا، عشان لما أحضر له لقاح يطلع اللقاح سبيسيفيك لهذا النوع من الميكرو أورجانيزم. رابع حاجة بعملها في الفحص المعملي إني وأنا بعزل البكتيريا أجيب بعض الأطباق اللي أنا زرعت ميكروب من الأسماك وحط عليها ديسكات من أنتي بيوتكس مختلفة علشان أشوف أنهي ديسك اللي الميكروب ما قدرش يطلع جنبيه، بعد عنه، يبقى الدم بعد عنه، يبقى الميكروب خايف منه، يبقى أقرأ على الديسك ده. إيه الديسك ده بتاع أنهي أنتي بيوتك؟ بتاع الأوكس تترا سايكلين على سبيل المثال. يبقى لما استخدم أنتي بيوتك أحسن حاجة استخدم الأوكس تترا سايكلين، لأن عملت له حاجة اسمها أنتي بيوتك سنسيتيفيتي تيستينج في المعمل. وبعدين زي ما قلت لحضراتكم لازم أعرف الميكروب ده هو سبب المرض ولا لأ عن طريق حاجة بنعمل اسمها الكوكس باستيوليتس. ايه الكوكس باستيوليتس؟ اشهر راجل في الميكروبيولوجي، من اشهر علماء الميكروبيولوجي، ده قاعد يتصور قالك علشان الميكروب ها يكون سبب المرض يبقى لازم تعزله. ليه يا خواجه كوخ اعزله؟ قالك ما انت ممكن يكون ده ميكروب ميت، انت لو عزلته وينما معاك يبقى ميكروب حي، واحنا عازلينه. قال لك الله، وبعد ما تعزله لازم تحقنه في حيوان تجارب او في سمكه جديده. قام قال لك ليه؟ قال لك عشان تضمن ان هو ممرض ولا ده ميكروب طيب. فحقناه في مره، فبنعمل حاجه اسمها الكوخز باستيوليتس ايزوليشن بايوكيميكال ايدنتيفيكيشن لاب انيمال انيكيوليشن، وبعدين في النهايه الحاجات الجديده المولكيولار ايدنتيفيكيشن، ان الميكروب اللي عندي هو الميكروب الفلاني اللي نوعه كذا
اللي لو حضرت له لقاح لابد أن يكون الجسم المضاد اللي انت هتحضره ضد هذا الميكروب وليس ميكروب آخر. أما بالنسبة للأمراض الفطرية، احنا عندنا أمراض فطرية مش كتير في الورم ووتر أكواكالتشر، ولكن يجي على رأسهم مجموعة الفطريات اللي احنا بنسميها الأوميسيت، دي واسعة الانتشار جداً، لأن الفطريات بتاعتها موجودة بصورة طبيعية في المياه اسمها ووتر مولز. دي بيجي على رأسهم مرض السبروليجنيا، وده بنشوفه تقريبا ليس في الأيام اللي هي مرتفعة فوق 25 لـ30، ولكن تملي بيبقى في درجات حرارة المية اللي هي 20 فأقل من 18 لـ20 درجة، ولذلك حتى بيطلق عليه الوينتر كيل ديزيز، وده بيبان على هيئة زغب أبيض موجود على جسم الأسماك. وهذا الفطر غالبا فطر ثانوي لا يصيب جلد الأسماك وخياشمها وزعانفها ألا بعد ما يكون هناك ميكروب آخر أو فيزيكال دامج آخر أدى إلى حدوث نيكروزس على خلايا جسم الأسماك، وبالتالي هذا الفطر يتبع عملية ويؤدي إلى ظهور الزغب الأبيض. ده مشكلة المرض ده في المفرخات أكتر منها في المزارع السمكية، لأنه بيجي على البيض الغير مخصب ويؤدي إلى حدوث سفوكيشن للأجنة اللي موجودة في البيض المخصب اللي جنب البيض الغير المخصب، ولذلك في المفرخات لا ينتظروا هذا الفطر حيبان ولا ما يبانش، فبيمرروا البيض المخصب في محلول مخفف من الملاكايت جرين فور نص دقيقة أو ربع دقيقة ماكسيمم نص دقيقة عند 1 جزء في المليون، بتبقى كويت إناف إن هي تقضلنا على هذا الفطر. أما عن الطفيليات في مزارع الأسماك في المياه الدافئة وخاصة في الأحواض الترابية فحدث ولا حرج، لأن إحنا عندنا طفيليات، ويمكن الطفيليات تختلف عن البكتيريا في حاجة، إن هي أمراض غالبا تؤدي إلى إعاقة نمو الأسماك لكن ما تؤديش بنسبة عالية إلى نفوق الأسماك، ولكنها تمهد الطريق إلى البكتيريا الأخرى والفطريات الأخرى عن طريق موت الخلايا اللي بتعمله في زعانف الأسماك، في جلد الأسماك، في خياشيم الأسماك، في الأحشاء الداخلية للأسماك، وبالتالي هذه الطفيليات اللي بتتغذى على مخاط الأسماك وعلى خلايا الأسماك غالبا تؤدي إلى معدلات تحويل غذائي منخفضة جدا، وغالبا بتكون هي العامل الذي يساعد البكتيريا لإصابة الأسماك بالأمير. أما عن القشريات الطفيلية، مش القشريات السمكية، القشريات الطفيلية، مرض الليرنيا، ومرض الليرنيا ده عبارة عن إنها بنسميه مرض الديدان الخطافية، هي ليست بديدان ولكنها قشريات طفيلية، ولكن الإناث في هذا الطفيل هي الوحيدة اللي بتكون باثوجينيك، هي الممرضة، أما الذكر فبيبقى عامل يلقح الإناث ويموت، أما الإناث فبتتحور شكلها وتلتصق بجلد الأسماك وخاصة أسماك المبروك المبروك العادي، ها، وبتبتدي تعمل قرح زرارية شبه الزرار، قرح مدممة، وبتبقى الطفيل باين فيها ولازق فيها بالخطاف بتاعه، وده بيبقى سهل جدا علينا نشوفه يا بالعين المجردة يا إما على
بكتير قوي باستخدام العدسة بتاعة اليد الهاند لينز. فده بيبقى سهل جدا ان انا اشوفه وسهل جدا ان انا اقضي عليه بالعلاج، بس علاجه عن طريق استخدام مركبات الفوسفور العضوي او مركبات الكلورينيتد هيدروكربونز الهيدروكربونات العضوية، وبالتالي بتبقى معظمها حاجات سامة، فيجب الاحتياط اثناء العلاج باستخدام المناسب لنوع السمكة من هذه المبيدات الحشرية. وكمان لازم أكون ملتزم جدا بالتركيزات المستخدمة علشان ما ضرش السمكة أو ما تركش فيها متبقيات يقوم الإنسان لو كل هذه الأسماك فيما بعد ممكن يجيله نوع من أنواع الحساسية أو نوع من أنواع التسمم الكيميائي نتيجة وجود متبقيات هذه المبيدات الحشرية في عضلات الأسماك. دي إناس حشرة الليرنيا، وآدي في الناحية الشمال أهي كيسين بنسميهم أكياس البيض. كل كيس من دول بيبقى فيه حوالي من 150 ل 200 بيضة، وتحور السيجمنتيشن أو الحلقات الجسمية إلى حلقة واحدة فقط غير مقسمة، ولذلك بنسميها الديدان وليس الحشرات. أما على هيئة خطاف كبير جدا بيخش في قلب القرحة الزرارية وريتها لكم في الأسماك في الشريحة اللي فاتت، ولذلك أنا بستخدم مبيدات الفوسفور العضوي عشان أعمل لهذه الدودة الخطافية نوع من أنواع الباراليسيز شلل، تقوم تسيب الخطاف بتاعها وتقع من السمك. على فكرة الحشرة دي دخلت لنا مع أمهات جبناها من المجر سنة 1940، لم يكن في مصر هذا الطفيل، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الاستزراع السمكي في مصر هو مكان لهذه الديدان الخطافية أو الحشرات الخطافية، ودي بقت مكان بنسميه مكان متوطن، يعني الحشرة لا نستطيع إخراجها. It is not difficult. It is even impossible to discard this lernia from our cultured tissues. آخر شريحة ولابد عليها بدمجات سيرة الحشرات اللي هي طفيل الأيزوبودا اللي كلنا سمعنا عليه، اللي قضى على الأسماك في بحيرة قارون. الحشرة بتبان بالعين المجردة وبتملى تجويف الخياشيم في الأسماك، وبالتالي بتبقى ملتصقة بغطاء الخياشيم من الداخل، فبتضغط على الخياشيم فتؤدي إلى حدوث ضمور وتآكل في الأشعة الخيشومية اللي هيؤدي إلى إن السمكة بتتخنق وبتموت. هي بتلزق على الأسطح الملساء، وأحياناً لو فتحت بق السمكة تجد إن هذه الحشرة موجودة في قلب التجويف الفمي، كمان يؤدي إلى موت الأسماك. ودي حشرة من الحشرات اللي شكلها بيكون متعب جداً للفاحص، وكمان بيبقى صعب جدا التحكم فيها لأنها واسعة الانتشار. أما بالنسبة للجزء الأخير لهذه المحاضرة وهو البريفنشن لأمراض الأسماك في المزارع السمكية، فإحنا لازم ناخد البكتيريال سيبتسيميا تيك usually a superior position في الأمراض التي تصيب الأسماك وتؤدي إلى نفوق ممكن يصل إلى up to 100% of the fish. ولذلك أنا لا أنتظر هذه الأمراض، ولكن يجب أن أقوم بعملية المنع. عملية المنع هتكون بإحدى الطرق الآتية: بنظام الفاكسينيشن. ولكن أنا بالنسبة للفاكسينيشن عندي بعض الآراء اللي ممكن تختلف
كل شيخ وله طريقته. ليه؟ لأن أنا تملي بقوصي بالباكسين لما يكون المسبب المرضي هو السبب الأساسي والوحيد للمرض، أقوم أعمل له باكسين يقوم الجسم المناعي يكون سبيسيفيك له يقوم يمنع تأثيره وبالتالي يمنع لي حدوث المرض. لكن إذا كان المرض متعدد الأسباب فيبقى الفاكسين لو حمالي ميكروب مش هيحميني من ميكروب تاني، وخاصة إن هذه الميكروبات الأخرى هي ميكروبات مختلفة على حسب تواجدها في المية وليست خمسة مع بعض باستمرار أربعة مع بعض باستمرار، لا ده ممكن الخمسة بتوع النهاردة غير الخمسة اللي حيجوا في المزرعة اللي جنبية غير الستة اللي حيجوا في المزرعة التانية غير الواحد اللي حيجي في المزرعة الإبلية غير الواحد اللي حيجي في المزرعة البحرية، وبالتالي كم ألف الأمراض اللي هي الأسماك فيها عمرها الافتراضي طويل وأيام انفورسد تيوت الفاكسين في الأسماك البحرية عالية القيم. أما في أسماك المياه العذبة اللي اللايف سبان بتاعها قليل فاحنا دلوقتي ابتدأنا نتجه إلى البايو كنترول. البايو كنترول باستخدام الإضافات العلفية حاجتين اتنين، وهما في البروبيوتكس بأميل إلى البريبيوتكس أكتر من البروبيوتكس، لكن الأهم من البريبيوتك والبروبيوتك هو أو اللي احنا بنسميها الأسيدي فايرز، لأن كل بكتيريا التسمم الدموي اللي بتقضي على الأسماك دي بتخش لجسم السمكة وتصيب الأسماك وتبدأ العدوى من الجزء الخلفي من الأمعاء الدقيق. ليه؟ لأنها بريفير الألكالين بي إتش. فأنا لما ابتدأت أستخدم إضافات علفية تؤدي إلى إن الأعلاف تصل إلى الأمعاء الدقيقة وتؤدي إلى حدوث هذا الجزء، فهو ده كافي لقتل الميكروبات الممرضة والمسببة للتسمم الدموي البكتيري. وبالتالي احنا الوقت ابتدأنا نستخدم الأورجانيك أسيدز اللي هي شورت تشين فاتي أسيدز وبعض البروبيوتكس التي تفرز أسيدز زي اللاكتوباسيلاي علشان نقضي على البكتيريا الممرضة. أما بالنسبة للطفيليات والفطريات فالأورجانيك أسيدز أو البريبيوتكس of no significance، لأن معظم هذه الفطريات والطفيليات هي كائنات ممرضة خارجية، فهنا بقى بنستخدم المطهرات الخارجية. أنا أثقلت عليكم، كنت سريع في الآخر عشان أقدر أخلص في الوقت اللي أنا خدته، ولو إني أنا عارف إن أنا تجاوزت الوقت بتاعي أرجو أن نكون في لقاء فيس تو فيس إن شاء الله في القريب العاجل علشان خاطر نقدر نعمل رياكشن كويس ما بيننا وما بين بعضينا وكل واحد ينقل خبرته للتاني، لأن أنا مع إن أنا بدي محاضرة لكن أنا لو ما استفدتش من الأوديونز قاعدة قدامي بكون في منتهى التعاسة، لأن كل واحد لازم يسأل نفسه قبل ما ينام بالليل كل يوم هو استفاد النهاردة ما كانش يعرفه امبارح. فأنا بتعلم منكم أكتر من أي حاجة، بس كده وأنا بعمل مونولوج أنا مش عارف أستفاد منكم بحاجة. أرجو أن نكون لم نثقل عليكم في هذه المحاضرة، وأنا مستعد للأسئلة إذا كان البرنامج يسع إني أنا أسئل وأقدر أرد عليكم. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.